السائل صاد عبد الله من الرياض يقول: نرى بعض الناس في مكة شرفها الله وخصوصا في وقت الطواف والسعي يقرؤون ويدعون الله سبحانه من كتب صغيرة يقرؤون فيها قراءة تجعلهم يعطلون سير الناس في المسعى والمطاف، فهل ذاك جائز لهم وهل من توجيه؟ جزاكم الله خيرا. الذي ينبغي للطائف أن يدعو بما تيسر له ولا يقتصر على ما كتب في هذه الكتيبات الصغيرة ويظن أن هذا هو المطلوب وأنه أمر واجب، فعليه أن يتحرى من الدعاء ما تيسر له، وإذا استصحب معه كتيبا مكتوب فيه أدعية صحيحة مما ورد به الشرع فلا بأس به بذلك، لكن لا يرفع صوته ويشوش على الآخرين. ومن باب أولى لا يجوز الدعاء الجماعي، لأن يعني يدعو واحد والآخرون يرددون معه، لأن هذا يخالف الوجه المشروع في الدعاء ويحول الدعاء إلى ما يشبه الأناشيد. وأيضا المتابع يقول كلاما وهو لا يعرف معناه وإنما يردده خلف هذا الداعي، فالواجب أن كل إنسان يدعو، يعني المشروع والمستحب أن كل إنسان يدعو لنفسه بما تيسر من غير رفع صوت ومن غير إزعاج للطائفين ومن غير حبس للمشي في الطواف، هذه التكتلات بين هذه الجماعات، كل هذا من الإخلال بآداب الطواف وآداب العبادة. هل الطواف وحده عبادة؟ يعني لو طاف ولم يدعو دعوة واحدة؟ هو المطلوب الطواف هو العبادة، والدعاء مستحب فيه، فلو طاف ولم يدعو فطوافه صحيح.